متى يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوم؟ والمسألة هذه قد يعني تكلم فيها العلماء وارتاح، ويكون الصيام عندكم هنا مع صيام مكة والحمد لله. الإشكال أنه في بعض الدول قال والله هذا من أحسن ما يكون، لماذا لا تجعلوا أيضا الإمساك وكذلك الفطر مع أذان مكة؟ لأننا نصوم في بعض البلدان 20 ساعة، ومكة يصوم لله الحمد 10 ساعات، وهكذا. عجب. طيب المهم، وهذا لماذا؟ لأن فيما نعلم ونحسبهم كذلك يعني العلماء في المملكة العربية السعودية أنهم يتحروا رؤية الهلال وكذا، وأن هذا ما يتعلق بالبلدان الغير مسلمة ليس فيها رؤية وفي اختلاف بين الناس وكذا، وأنت تعرف بعض البلدان يعتمدوا الآن على التقاويم وغيرها، فنرتاح من هذه المسألة ونرجع إلى صيام مكة، وبهذا إن شاء الله تعالى يتحد الكل.